اليوم ندوشو العصافير بخل التفاح. هادو هاد التفاح ديالنا خدينا واحد شويه ديال الكميه ديال التفاح، نطلقو ليهم الماء. نجيبو هاد التفاح ديالنا كما كتشوفو، إذا مكتبانش هاد القطرات ديال التفاح في الماء، درنا مع القطرات ديال خل التفاح. خل التفاح كما كتعرفو راه مهم، تفيد الريش بزاف ديال الحوايج. شوف هاد الطيور، اللهم بارك وزيد في ذلك. واحد النصيحه للاخوان، ديما ناخذوا دخل التفاح اللي كيكون في اللون، ما تاخذوش داك الاحمر اللي كيكون فيه واحد المضافات غذائيه كيكون في الاسواق، غالبا كيكون عند الباعه اللي هنا. التفاح ديال البلاد وصافي يكون في هذا اللون كما كتشوفوا في الفيديو، في هذا اللون ماشي داك الاحمر. كما تشوفوا الطيور ديالنا خصهم يدوشوا مزيان. بقى التفاح راه مزيان بزاف ديال الحوايج، راه كنحتاج واحد الفيديو باقي، كنتسنى خل التفاح اللي صايبت ديالي يوجد ونحطو ليكم. مكملناش المده، وهذا شريناه دخل التفاح راه كيتباع في المحلات، اللي بغاه يمكن ليه يشريه حتى هو راه مزيان. مسهلة كنتسناو دابا وجدنا خرج التفاح ديالنا اللي صايبنا في المنزل. في الأثناء خدينا ديك القرعة على الأقل تقضي بلا ما وجد. الطيور دايما خصهم يدوشو، خصوص تعرف الحسون عزيز عليه يدوش، وكان ناري تا هو راه عزيز عليه يدوش.